إذن أعزائي مساء الخير، رجعنا الفاصل. قبل الفاصل عملنا دجاج كوردون بلو من نبيل مع البطاطا والساندراي توميتو، واللام بدي أقدم لكم سلطة كثير طيبة. شوفوها سلطة الشمندر، حين نسويها مع مطيبات ومع الخل البلسمي. الخل البلسمي عبارة عن خل مصنوع من العنب لكنه معتق. طبعا هون الخل احنا كيف عاملينه، بس أول شيء خلينا نشوف المقادير مع بعض، وبعدين نبدأ في عملية تجهيز سلطة الشمندر مع الخل البلسمي. كوبين من الشمندر المسلوق، ربع كوب من الخل البلسمي، ملعقة كبيرة من السكر، وربع كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة، وبدنا طبعا ملح وشوي من فلفل أبيض بيروتي. أوكي، البيتروت أو الشمندر ممكن يكون معلب ممكن يكون فريش، أنا جايبه معلب لأنه الآن مش موسمه كتير، في البعض في بعض محلات خضرة بس مش كتير. هون عندي خل بلسمك، خل البلسمك طبعا ما تجيبه، بضعه على النار لكل لتر بمقدار ملعقتين من السكر، بعمل له عملية غلي أو ريدكشن، تقليل السوائل وتركيز النكهات. ريدكشن مصطلح بالطبخ اللي هو تقليل السوائل وتركيز النكهات عن طريق التبخير. نغلي فيه حتى يصير في عندي تقريبا الثلثين، فبصير جاهز للسلطات ولكل شيء. وهون راح أضيف، أو قبل ما أضيف الخل خليني أعمل الدريسنج بشكل سليم. يا عبد الله معلش تحملني تحملني بس معلش. أوكي، هون راح أضيف الخل البلسمك المعمول له ريدكشن، قللنا سوائله وركزنا نكهاته. راح أضيف فلفل أبيض بيروتي، وأكيد نضيف ملح، ونبدأ في تجهيز الدريسنج اللي هي جاي الكلمة من درس أو ثوب. وطبعا لما نحكي دريسنج يعني معناته عم نحكي ثوب للسلطة. الخل اللي استعملناه اليوم خل بلسمك، عملنا له ريدكشن يعني غليناه مع ملعقتين من السكر لكل لتر، وممكن نضيفه على كل السلطات. رح تشوفوا ان شاء الله عملكم سلطة اللي هي الجرجير مع الفطر قريبا جدا. هون راح اضل اضيف الزيت بشكل خيط على الخل البلسمك، واضفنا فلفل ابيض من البيروتي، 33 نوع بهارات عندهم، بهاراتهم بتجنن، مسكرة سيلت مرتبة. وبكرة ان شاء الله حنسوي لكم فريكة من فريكة البيروتي. هون تقريبا اخذ وقته وصار اموره جاهزة. نبدأ في عملية اضافة البيتروت او الشمندر. بسم الله، وراح اضيف زي ما بالوصفة شفتوها شوي من السكر حتى اعمل عملية معادلة. والشمندر دائما بتحمل السكر، يعني ان ضفت عليه سكر بتحمل الحلاوة الشمندر. هون راح اضيف كمان الكزبرة ونخلط. انا بنصحكم السلطة هذه تبلوها قبل الافطار بمدة ساعة او ساعتين حتى تختلط النكهات. هو ممكن اضيف شوية ثوم، حكيت لكم انا دائما بحبش ارتجل في اخر لحظة، فهون ضيفوا شوي من الثوم عليها بس ما تكثروا، شي بسيط. اوكي، وبعدين بدنا نعمل عملية التقديم واللي انا بعتبرها كثير مهمة في عملية الاكل. شوف الصوص الموجود والدريسنج الموجود عندي، يعني من السلطات الطيبة، جربوها. ممكن حتى نعملها مع البطاطا في حال عملتوها مع البطاطا او مع الخس، هاي الصلصة كثير طيبة، صلصة الخل البلسمك اللي ما سوالها ريدكشن، ركزنا نكهاتها وخففنا سوائلها عن طريق الغلي. زي ما انتم شايفين نوزع السلطة. لسه بدي ازينها بالبرتقال، البرتقال كثير بيروح لونه حلو على هذا الطبق. نجيب الخس، عندي شوية خس هون صغار هيك حلوين. اوكي، وبعدين نبدأ نحط لنا شوية خس هون. اوكي اوكي، طبعا نحكي لكم شوي اليوم عن منتجات المراعي، جودة
تستحق الثقة. نحكي كمان انه منتج من حليب البقر الطازج اعلى معايير الجودة. منتجات متعددة من الألبان وأجبان، لبن المراعي متميز، نسبة بروتين عالية جدا فيه، في نسبة بروتين عالية كثير. اوكي، هون شو بدنا كمان نزين؟ خلينا نجيب حبة برتقال. وين السكين؟ اوكي السكين موجودة، عندي سكين ثاني مش مشكلة موجود. نقطع لنا سلايس. طيبة ولا أطيب منتجات ألبان، لبن ولبنة وشنينة، اسم مشهور. هلا سمير، عم نحكي عن طيبة يا سمير. مساء الخير، تحكي عن ايش؟ يا اخي انا وين شايفك؟ ذكرني ما اسمع، ما بزبطش نحكيها. والله ما بزبط، فكرت فيها كنت احكيها بس ما بزبط. لا بس شايفك. انا كمان والله. كوكب ايش؟ مغامرات. شو اللي زاكي هذا؟ كيفك يا سمير؟ يا الله سمير، يا الله. انا بحبك والله، وانا بالاكثر بدك. صحيح مزبوط، عبد الله مخرج شاطر. نعم. وروعه. نعم، بس يعني انا بديش اغاوز كثير. خلص يعني سامع يا عبد الله خليفه؟ بديش احكي يعني. سامع ولا شيء؟ خليه يسولف. كيف تحيي للاستاذ علي جمعه والاستاذ عبد الله وليلى الفتياني. والله. والكل. والله. ورامي دعنا يا سيدي. يلا ورامي دعنا. هذا خالص. ايه مش بدك احلى من هيك يعني؟ الله، مش بدك احلى من هيك يا الله.